انا كنت بسمع كلمة كوفر زون كتير جدا في حياتي، بس ما كنتش اعرف معناها اصلا. ولما عملت سيرش على الجملة اكتشفت ان انا اصلا وناس كتيرة جوه الكومفورت زون. طب ايه هو اصلا الكومفورت زون ده؟ الاول هو اننا نتعود اننا نعمل حاجة كل يوم ونعملها كل يوم باستمرار ونكررها ونحفظها وتبقى هي دي محور حياتنا، نعملها كل يوم ولازم نعملها كل يوم علشان احنا تعودنا عليها وبقينا نعرف نعملها. طب يعني ايه الكلام ده؟ زي بالظبط اللي بيتعلم صنعة جديدة او حرفة جديدة، هو مفيش كتاب بيفتحه بيقرا الصنعة دي بتشتغل ازاي او بتتعلم ازاي فيقرا الكتاب ويذاكره ويبقى صناعي. لا، هو بينزل وبيتدرب وبيفضل يعمل الحاجة دي كل يوم باستمرار لحد ما بيتعلم الصنعة، وده تدريجيا بيدينا ايحاء بالخوف اننا ما نحاولش اصلا نتعلم حاجة جديدة علشان احنا خلاص اتعودنا على الحاجة القديمة، دخلنا في دايرة الكومفورت زون، دخلنا في دايرة الامان. متهيالي الحاجات دلوقتي بدأت توضح اكتر والناس بقت تعرف ايه هو الكومفورت زون او ايه هي منطقة الامان. واحد بقى ممكن يجي يقول لي دلوقتي، طب ما هالكومفورت زون حاجة حلوة يا كريم، انا المفروض بتعود بعمل حاجة اللي هي المفروض اللي عليا وبتعود عليها لحد ما بحفظها وبتقنها وبقدمها بالصورة المناسبة. ماشي، هو حلو، بس عيوبه انه بيقتلك من جوه. لو انت عندك موهبة او شغف نفسك تعمله او حاجة نفسك تعملها، الكومفورت زون دي بتقتلك انك تعملها اصلا. ناس كتيرة جدا طموحها وشغفها والباشون بتاعها واحلامها ضاعت علشان دخلت دايرة الكومفورت زون دي. كم واحد فينا اشتغل شغلانة ما بيحبهاش وكمل فيها علشان هو خايف لو سابها ما يلاقيش حاجة تاني تناسبه، خلاص هو اتعود على الشغلانة اللي هو شغالها دي. كم واحد فينا دخل دايرة الكومفورت زون دي؟ لو بصيت لبيل جيتس او ستيف جوب، لو كانوا دخلوا في دايرة الكومفورت زون ما كناش هنسمع اصلا دلوقتي عن حاجة اسمها مايكروسوفت او ابل. واللي قرا قصتهم هيعرف اللي هم كانوا ممكن في اي لحظة يدخلوا في دايرة الكومفورت زون، بس هم ابوا ورفضوا ده. ودلوقتي اصلا اللي لازم نعمله اننا نخرج من الدايرة دي، نخرج من دايرة الكومفورت زون دي، نجرب نعمل حاجة جديدة. يجي بقى واحد دلوقتي بعد ما شاف الفيديو ده يتحمس قوي ويسيب الشغلانة اللي هو شغالها ويروح يشتغل في حاجة تانية وما يتوفقش، ويبقى هو كده خسر الشغلانة الاساسية اللي هو كان شغالها وخسر الشغلانة الجديدة اللي هو دخلها، ودخل في مود بقى اكتئاب. وتبقى مشكلة بقى لو هو متجوز ومخلف مثلا، عنده مثلا بنوتة او عيال يعني، فدي هتبقى مشكلة بالنسبة له جدا. وهنا يجي دور العقل بقى. مفروض انت بتأمن نفسك قبل ما بتسيب الشغلانة اللي انت فيها. بتأمن نفسك ازاي؟ يعني بتروح تشوف ايه اللي مطلوب هناك في الشغلانة الجديدة، ايه اللي مفروض مطلوب، ايه الكورسز اللي مفروض تاخده، ايه الحاجات اللي مفروض تشتغل عليها. تدخل تشوف الانترفيو، تروح تشوف كده ايه الدنيا، طب ينفع تتقبل، طب ايه الحاجات كده، عشان لو انت دخلت الشغلانه التانية تبقى انت عارف ان انت خلاص ضمنت التانية دي. ولو انت عايز تسيب الاوانيه براحتك، لكن مش تسيب الاوانيه كده وانت مش عارف تعمل اي حاجه وتايه ولسه ما بداتش في اي حاجه وتتسوح في الاخر. الكومفورت زون او منطقه الراحه او منطقه الامان ليها ايجابيات وليها سلبيات، بس سلبياتها بتغطي على ايجابياتها. الكومفورت زون اصلا ممكن تخليك تسيب الحاجه اللي نفسك توصل لها عمرك كله علشان بس خايف. وصدقني لو خرجت بره دايره الكومفورت زون او بره دايره الامان دي هتلاقي نفسك بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها. واحب اسمع منكم الحكايات الشخصيه بتاعتكم، ازاي خرجتوا من الكومفورت زون او ازاي انتوا اصلا جواها وحاسين ان انتوا جواها وعايزين تخرجوا منها. احب اسمع ده طبعا جدا في الكومنت تحت، يا ريت تكتبوا يعني. وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب وتدخل على البيج بتاعت الفيسبوك تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو ادخل لف لفه كده جوه ممكن يعجبك حاجه وترجع تعمل سبسكرايب. ولو ما عجبكش الفيديو خالص بقى، ما عجبكش اصلا الكونتنت اللي انا المفروض بقدمه ده، ف خلاص كده دوس يا كوتش. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.